نبدأ بجريدة الصحافة اليوم انكتبت في الافتتاحية متاعها أثارت ضجة في الأوساط المالية استقلالية البنك المركزي على طاولة الجدل البرلماني. هل دخلت النقابات الموازية على خط التصعيد الاجتماعي؟ إضراب عام واعتصام مفتوح أمام وزارة الصحة. فيما أسعار الأضاحي تعانق الخيال، نقص في العرض ب 30% وعزوف متوقع في المدن الكبرى. نلقاو اليوم على اون نتاع لو تان لي جون تونيزيان اوز افون بوست دو تاباجيزم ان افريك لا سيجاريت الكترونيك ان راجوت اون كوش غريف اوفيرت دي بلوز بلانش ان اريير بلان ليكزود اي لا فويت دي سبيسياليست نوفيل كارديوغرافيك اي بروشين سيشيانس الكتورال لي بارتي سون تايور اسكاموش او سان دو بارلمان لي جويتيست اكوز لي بلوك دو مارشانداج نتذكر اللي دونك واضح هذا خاطر نذكر هذا بخطا دونك ندست هذا خبر البارح نمشي مع جريدة المغرب ملف التآمر على أمن الدولة في انتظار رواية النيابة العمومية تحول الصفة القانونية للمخبر وإثارة قضية أخرى شملت شخصيات من العيار الثقيل النطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد كريم منصي المغرب مبدئيا الهيئة تستعد لتنظيم الانتخابات المحلية في شهر أكتوبر المقبل لعدة اعتبارات كان ضيفنا البارح دايوغ في نفس السياق موسكو تتعرض لهجوم بطائرات مسيرات تصعيد خطير للحرب الروسية الأوكرانية ومخاوف دولية من توسع رقعة الصراع نمشي لجريدة الصباح وين تكتب ضحية التاسعة والي المنستير والمرسوم 54 تردها رسالة واعتداءات صحفيون تحت الضغط العالي مع انطلاق البرلمان في العمل عودة المطالبة بحكومة سياسية رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان ضرورة سن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ وإلغاء المرسوم عدد 54 وكالة وطنية للدواء والمواد الصحية تنتظر التصويت أمام مجلس النواب تسببت في فقدان البعض لعملهم وسقوط حقهم في الإقامة إشكاليات أمام التونسيين بالخارج لاستخراج جوازات السفر ووثائقهم La presse économie à la une lium, industrie cosmétique, un marché qui gagne en éclat, un créneau au grand potentiel, d'une entreprise autrement exceller ou disparaître, tourisme de bien-être, un secteur en pleine effervescence, par Dr Tal Almi, professeur associé, PC fondateur de l'Institut africain d'économie financière, a-t-on besoin de l'État? Billet, fait la presse en nous développer l'activité à l'export. Tekteb Najwa Hizewi, Aïdan à la une, m'taya, la presse économie, Nakrao rué vers l'Afrique, centre du triangle stratégique. لجريدة الشروق وين تكتب مصادمات فيما بينهم ومع الأهالي والحصيلة مأساوية في إصفاق قاتلان أفارقة في أقل من أسبوع من بينهم رؤساء حكومة سابقون توسع رقعة المتهمين بالتآمر على أمن الدولة كمال العياد يقول في تصريحه للشروق النهضة تعاملت مع الإدارة كغنيمة لا وجود لأزمة محروقات ولا داعي للهفة ولشبهة إرهابية يدعى رئيس بلدية الزهرة السجن نختموا مع لا بريس قاو لا اليوم الصباح تونيزي اف ام كرونيك دان اكور ان اتش في pour avoir abusivement licencié des journalistes la chaîne TCA poursuivie en justice par le SNJT نقراو ايضا ليديتوريال عنوانه ديغالا ايغال يكتب شكري بن سير في الاكتواليتي مينيستير دو لا فام نقراو كاتريم اديسيون دو بري فاطمه فيريا دي فام انسبيرانت اي اجيسانت نبيل حواشي سكرتير جينيرال دو لا فيدراسيون دو لانسينيمون دو باز aucune limite temporelle pour la rétention des notes construction de l'école nationale d'ingénieurs de Bizerte le retard est injustifié mondial moins de 20 ans 8e de finale Tunisie Brésil 18h30 rien à perdre coupe arabe Lyon donc match quoi hein tabou coupe arabe des clubs 2023 second tour retour stade chez Khalifa au Bahreïn 17h al Moharak USM finir le travail tennis Roland Garros dame bien parti pour un Jebel نقراو ايضا لي ميدسان سوبوز او كلاسمون دي كاتيجوري ميم ميسيون مي دي بريفيليج اي دي سالير ديفيران كونستركسيون دو ليكول ناسيونال دانجينيور دو بيزات لو روتار ايت انجوستيفيي في الانترناسيونال تيريتوار اوكوبي ان كولون سيونيست توي بار دي تير باليستينيان نمشيو معاك بلقيس